قرر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي الدخول في معسكر تدريبي مغلق داخل مركز محمد السادس في الرباط بداية من اليوم الثاني يونيو القادم استعدادا لمباراتي زامبيا والكونغو في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا، كندا والمكسيك. ومن المرجح أن يعلن الركراكي القائمة المستدعاة لخوض المباراتين المذكورتين في أواخر شهر مايو القادم إذ ستشهد بعض التعديلات من أجل ضخ دماء جديدة في منتخب أسود الأطلس. وسيضطر المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي لمواصلة استبعاد أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي من أجل الإبقاء على نجم نادي ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز ذو 24 عاما، وفسح الطريق أمامه من أجل الاستمرار لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب أسود الأطلس في المرحلة المقبلة. وأفاد موقع العربية الجديد بأن مدرب منتخب المغرب يسير نحو مواصلة استبعاد اللاعب أمين حارث والاكتفاء باستدعاء زميله فقط داخل أولمبيك مارسيليا الفرنسي عز الدين أناحي كي يتمكن من منح الوافد الجديد على المنتخب المغربي إبراهيم دياز الحرية كاملة في أسود الأطلس مستقبلا. وتحدث المصدر في هذا الإطار قائلا اقتنع الركراكي بإبعاد اللاعب أمين حارث والاكتفاء باستدعاء زميله عز الدين أناحي فقط، والسبب يعود بالأساس إلى رغبته في منح الوافد الجديد على المنتخب المغربي إبراهيم دياز كامل الحرية في الخط الأمامي. ورغم أن الركراكي صرح مؤخرا بأنه لم يغلق الباب في وجه حارث وأن بإمكانه أن يعود إلى صفوف المنتخب المغربي، يظل الأمر صعبا في ظل الاهتمام الكبير الذي بات يوليه للاعب إبراهيم دياز. وتابع المصدر ذاكرا تواصل الركراكي أخيرا مع أمين حارث وشرح له طريقة عمله، وأظن أن لاعب أولمبيك مارسيليا تفهم سبب استبعاده عن المباراتين الوديتين للمنتخب المغربي ضد أنغولا وموريتانيا، لكن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة ليس للاعب حارث وحده فقط بل لعدة عناصر مغربية محترفة في أوروبا ستجد نفسها مستبعدة في ظل رغبة المدرب في القيام ببعض التغييرات الجديدة ومنح الفرصة للاعبين الأكثر جهوزية من الناحية البدنية والفنية. الجدير بالذكر أن اللاعب أمين حارث ذو 26 سنة كان يعتبر ضمن اللاعبين الذين تلقوا إشادة الركراكي في أكثر من مناسبة، لكن اللاعب أولمبيك مارسيليا الذي أبعدته الإصابة عن المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر بات يجد في الوقت الحالي منافسة شديدة من طرف إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني الذي يدرك أعضاء الجهاز التدريبي لأسود الأطلس أهميته داخل المنتخب المغربي في الوقت الحالي. وحول احتمال استدعاء سفيان أمرابط لخوض المعسكر التدريبي رغم توقيفه، أوضح المصدر قائلا إنه موقوف من طرف لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمباراة واحدة فقط على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء زامبيا ضمن الجولة الثالثة من الدور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وعليه سيغيب أمام زامبيا في 7 يونيو القادم، لكنه ربما يشارك ضد منتخب الكونغو برازافيل في المباراة الثانية في حال قرر المدرب وليد الركراكي الاعتماد عليه. وبات في شبه المؤكد عودة بعض الأسماء التي غابت عن وديتي أنغولا وموريتانيا في 22 و26 مارس الماضي، إما بسبب خيارات فنية وإما لعدم جهوزيتها فنيا وبدنيا على غرار قائد المنتخب أسود الأطلس رومان سيس ونصير مزراوي، سفيان بوفال وسليم أملاح لاعب خط وسط فريق فالنسيا الإسباني. كما أن من المتوقع عودة زكريا أبو خلال نجم نادي طولوز الفرنسي بعد شفائه من الإصابة، وأمين حارث الذي يقدم حاليا مستوى لامعا مع ناديه الحالي فريق مارسيليا الفرنسي.